السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى وزيلة بيا ونكونتيني إن شاء الله لغيستاسون إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وَمَوعِظَةً فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضي عليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فاهل أنت أن تحمد واهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا وقينا لا يهتري بشك حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا وان ما اصابنا لم يكن ليخطئنا وما اخطانا لم يكن ليصيبنا اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب ودفعنا عنا كل كرب يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم دفع عنا الوباء اللهم دفع عنا الوباء يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين